بعد ساعات على مغادرة المبعوث الأممي طهران، استدعت إيران أحد القيادات الحوثية البارزة من كبار المفاوضين المقيم في سلطنة عمان للتشاور حول مستجدات الوضع في اليمن. وبحسب ما يراه مراقبون أن هذا التصرف لم يكن بالبعيد، كون ميليشيات الحوثي هي إحدى الأذرع الإيرانية في المنطقة وتتلقى توجيهاتها مباشرة من طهران، خصوصا فيما يتعلق بأي حلول أو مفاوضات أو جهود سلام. لافتة إلى أن زيارة المبعوث الأممي لإيران جاءت لأخذ الموافقة على تمديد الهدنة، وأن استدعاء القيادي الحوثي إلى طهران جاء لإبلاغه ما تم مناقشته والاتفاق عليه بشأن الهدنة الأممية الأخيرة ومسار تمديدها من عدمه.